نتنياهو يعلن نيته المثول أمام المستشار القضائي وليبرمان يتنصل من دعمه عقب الانتخابات. انتخابات رئاسية جديدة في حزب العمل الإسرائيلي دون جباي عقب اعترافه بالفشل. وفي النقب إطلاق مشروع بنك العطاء لتحفيز العمل التطوعي. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينوي المثول أمام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في جلسة الاستماع المرتقبة في مطلع تشرين الأول أكتوبر المقبل في ملفات الفساد المقدمة ضده. وقال محامي نتنياهو عميد حداد أنه كان من الأصوب تأجيل جلسة الاستماع في ظل وجود تبريرات وازنة، كما ادعى أن عشرات الوثائق غير موجودة ضمن مواد الأدلة التي قدمت إليه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعرب عن رغبته في تأجيل جلسة الاستماع تحت ذريعة ضيق الوقت المتاح للاستعداد للجلسة عقب حل الكنيسة الإسرائيلي وإعادة الانتخابات بسبب فشله بتشكيل الحكومة.